السلام عليكم زيونات، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ بخير مزيانين. معكم خديجه في شهيوات خديجه. اليوم غادي نوجدو مع بعضنا في خيطات ديال الجداد معمولين بالطحين والخبز مطحونه والعطريه يعني التوابل، وكنقليوهم في الزيت. وكنتمنى يعجبكم الفيديو والوصفه ديال اليوم، ونمشيو نشوفو مرحله ديال المقادير ان شاء الله باذن الله. زينا توما هادو المقادير اللي عندنا اللي غادي نعملو بيهم الخيطات ديال الجداد مقليين بالخبز مطحونة. عندي هنا الخط، وعندي هنايا طحين، عندي شتيتو ديال التخليطة ديال الجداد، وعندي زنجبيل سكنجبيل، عندي شتيتو ديال الكيمون، وعندي ثلاثة البيضات، وعندي جوج ديال كيسان العنب ديال الخبز مطحونة، وعندي بابريكا فلفل غبرة، وعندي ربع الجاف، وعندي الملح. وغادي نمشيو على بركة الله نعملو المكونات ديالنا. عندي هنايا الطحين، وغادي نزيد عليه هاد جوج كيسان الطحين. عندي كاس ديال العنبة الطحين عادي دفرص، وجوج ديال الخبز مطحونة. غادي نخلط معاهم ربع زيت، المهم انا غادي نزيد في هذا. عندي شويه ديال الفلفل الغبره حتى هو، نخلط كلشي في الطحين، ملح حتى هو، سكنجبير، كيمون، لا ماشي كيمون، هاديك التخليطة ديال الجداد و كيمون. نخلط كلشي مع بعضو هيدا. المهم تنساجم كلشي مع بعضو، ديك العطريه مع الخبز مطحونه مع الطحين. دابا شفرت هذا البول، هذا غادي نقطع فيه، نفقص فيه هاد ثلاثه البيضات. هادي كتشوفو غادي نخلطو. دابا غندير شويه ديال الحليب معاهم. الحليب ما قلتوش في المقادير حتى هو عندي. دابا غادي نعمل نفس الشيء هنايا، شويه ربع اللي قبيله تنبات بزاف، كنت باقي غنعمل هنايا عاود نفس الشيء مليحه. التخليطه ديال الجداد، سكنجبير، كيمون، شويه ديال الغبره، دابا نزيد شويه، غنخلط كلشي مع بعضو. من بعد كنشبرو هاد الجداد، كتشبر الموس اللي عندو بونتا، كنبقى نتقف فيه هيدا أولا باليو اللي عندكم باش كيدخل معاهم ديك الصلصة.
وانا نتابع نكملو ونتابعو صافي. باقي لي غير هاد الاخريه دابا غادي نبدا غادي نشبر الخيطه بحال اللي كتشوفوها. غادي نعمل له هاد الطحين وهادشي اللي عملت بهارات الخبز مطحونه وغادي نعملها هنايا يا اللي كان طهرتكم شتيتو باش يبان. عاود غادي نعملو معاود هنايا بهاد الطحين وغادي نعملو بهاد الطبيسلات. واللي بغا مثلا يعملو مثلا قبل كيعملهم فهاد الصلصة هادي البيضات والحليب وكيخليهم ساعة جوج تيجي يستعملو عادي يعملو في الطحين لأن حيت مكنتش هنايا خروش وداكشي دابا جيت خصني ضروري منتسناشي. إذا شريتو ديك الخيطة صغارين حسان إلا شريتهم كبارين هيدا كنعمل هيدا كنعملهم هنايا فهاد الصلصة نسقبتهم باش تدخل معاهم ديك الصلصة. المهم أنا غنكمل الزيونات ونتابعو إن شاء الله. زينا تا هما عملتهم يتقلاو المهم هادي العافية مهيلة باش يطيبو من داخل باش ما يفرقوش من الفوق ويبقاو خضر من داخل وكيطيبو على المهل ديالو هادي كتشوفو. من بعد غنزيد لهم بطوطة العافية باش يتحمرو لي بحال لي كتشوفو كيجيو دادين غزلان تقدر ترافقهم بشلاضة أو لا بسكريت أو لا كل واحد وباش ما بغا. دابا أنا غادي نكملو ونتابعو إن شاء الله. زينات ها هما من بعد ما تحمرو أنا كنت ناقصة لهم بوطا بحال لي قلت لكم في اللول ملي حسيتهم طابو من داخل زدت لهم العافية في النار قويتالهم باش يتحمرو. دابا غنزول هادو ونعمل اخرين ونتابعو ان شاء الله. زينات هو هذا الطبق النهائي ديال الخيطات ديالنا اللي قلينا في الزيت كيجيو على هاد القوام هذا وكيجيو مزيونين ولادين ومقرمشين وكيجيو طايبين من داخل لان انا بحال اللي قلت لكم كنقص لهم بوطه مره وكنغطيهم وكنخليها كطيب معاهم حتى كتدخل معاهم العافيه مزيان عاد كنشعل لهم عاد كنزيد لهم في الجهد ديال البوطه باش كيتحمروا. وكنتمنى يعجبكم الفيديو والوصفه ديال اليوم. واذا عجبكم الفيديو بحال دائما ضغط على الزر الاحمر تفاعل مع الجرس باش يوصلك كل جديد القناه ونتلاقاو في شي شهيوه في شي فيديو اخر ان شاء الله باذن الله.